أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. اعلموا أن الله شديد العقاب. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما
إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. قال رب انصرني بما كذبون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدوني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. ثم أغرقنا بعد الباقين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولم يقل لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا بصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير. وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. إن الله عليم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. سلام قولا من رب رحيم. سبحان الله عما يصفون. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. هذا هو
هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير إنما الحياة الدنيا لعب ولهو إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد على الله فسيؤتيه أجرا عظيما إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فروه وريحان وجنة نعيم ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خيرا لكم إن كنتم تعلمون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير قالوا بلى قد جاءنا نذير إن للمتقين عند ربهم
ربهم جنات النعيم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة إن الإنسان خلق هلوعا يرسل السماء عليكم مدرارا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا ومحدت له تحميدا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ألم نخلقكم من ماء مهين جزاء من ربك عطاء حسابا وأما من خاف مقام ربه ونقصا وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره إن هو إلا ذكر للعالمين يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم عينا يشرب بها المقربون إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فعال لما يريد يخرج من بين الصلب والترائب وذكر اسم ربه فصلى وإلى الجبال كيف نسبت وجاء ربك والملك صفا صفا وهديناه نجدين فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها وما يغني عنه ماله إذا تردى ووجدك عائلا فأغنى ورفعنا لك ذكرك ثم رددناه أسفل سافلين ألم يعلم بأن الله يرى خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أشتاتا ليروا أعمالهم وإنه لحب الخير لشديد فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية كلا سوف تعلمون وتواسوا بالحق وما أدراك ما الحطمة وأرسل عليهم طيرا أبابيل الذي أطعمهم من جوع فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فصل لربك وانحر ولا أنتم عابدون يدخلون في دين الله أفواجا سيسلى نارا ذات لهب الله الصمد من شر غاسق إذا وقب إله